مرة أخرى إلى مرجعيون جنوبي لبنان مع مراسلتنا دارين الحلوة لنطلع معك دارين على آخر التطورات ما الذي يحدث الآن مع متابعة لهذه الصورة المباشرة على ما يبدو أنه قصف إسرائيلي الآن تحديدا على منطقة الخيام صحيح هناك قصف على اطراف الخيام كما كنا شاهدنا قبل دقائق لكن سننتقل في هذه الاثناء اعطنا فقط ثوان قليله لنبين قصفا مدفعيا اخر يستهدف اطراف بلده كفر كلا في هذه الاثناء اذا قصف مدفعي على اطراف بلده كفر كلا وهو ياتي بعد نحو خمس دقائق من قصف اخر استهدف اطراف بلدة الخيام والبلدتين يعني الخيام وكفركلا مقابلتين او قريبتين ومطلتين على المطله الاسرائيليه وكما ذكرنا في الرساله السابقه طيله اليومين الماضيين كنا نشاهد تركيزا في العمليات والتصعيد في القطاع الشرقي تحديدا من والى الخيام كفركلا ولعديسه بشكل مكثف طيلة الساعات الماضية مقابل هدوء نسبي يمكن الحديث عنه في القطاعين الآخرين الأوسط والغربي. إذا أعمدة الدخان التي نشاهدها في هذا الأثناء من كفر كلا. بالرغم من أن بعض يعني الضوء إلى حد ما يعيق الرؤية بشكل واضح. لكن أعتقد أن أعمدة الدخان تتصاعد. طبعا القصف المدفعي يكاد يكون امرا روتينيا في ظل المدى الذي وصله التصعيد في الايام والاسابيع الاخيره لكن القطاع الشرقي تحديدا لا يمكننا الحديث في هذا الوقت عن امور روتينيه كل ما يشهده هذا القطاع يعني يحمل الكثير من المؤشرات التي ربما تضع ايضاحات اكثر على صوره التصعيد بين حزب الله واسرائيل اذا كما ذكرنا ايضا اعيد واذكر بان حزب الله بعد استهداف السياره التي كانت تقل عباس الدبس احد المسؤولين في قوه الرضوان قام باستهداف مقر قياده لواء المشاة الثالث في قاعده عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا وايضا قام باستهداف ما قام باستهداف قاعده ميرون الجويه بصواريخ فلق حتى اليوم حتى هذا الساعه لم نسمع اي اطلاق او لم يرصد اي اطلاق صواريخ من الاراضي اللبنانيه باتجاه اهداف اسرائيليه هناك فقط ما شاهدناه من اطلاق للقذائف المدفعيه غاره من مسيره على بلده عيتا الشعب وايضا تحليق مكثف وعلى علو متوسط للطيران الحربي الاسرائيلي هناك دخان اضافي يتصاعد في هذه الاثناء وسنسمع على الارجح صوت انفجار القذيفة لاحقا اذا القصف مركز باتجاه هذه النقطه إذا كان هناك حديث ورصد لتحليق للطيران الحربي على علو متوسط فوق بيروت ضاحية بيروت وصولا إلى شمال البلاد. ولكن دعيني أشير إلى أن العمليات يعني التي رصدت في الأيام الأخيرة كانت باتجاه ربما مراكز أو نقاط يستخدمها حزب الله من دون أن تسجل أو يسجل سقوط لعناصر من حزب الله طبعا باستثناء الجرحى أمس باستهدافهم في سيارة كانوا يستخدمونها في مدينة النبطية أما في جنوب البلاد لم يسجل سقوط لعناصر من حزب الله وقد يكون يعود هذا الأمر إلى تغير في التكتيك المعتمد ميدانيا من قبل هؤلاء في تنفيذ عملياتهم وهنا اشير الى نوعيه الصواريخ التي بدأ حزب الله نعم يكشف دارين. عنها او يعلن عنها في عملياته وهي باتت متنوعه وربما يعني الكشف عنها يحاول ان يوصل رسالة للاسرائيلي بانه ماض في التصعيد ان حاولت اسرائيل ايضا رفع سقف او خرق او قسر الخطوط الحمر في العمليات او في القواعد المعمول بها منذ الثامن من بالتأكيد سنكون معك لمتابعة كل التطورات أول بأول شكرا لك مراسلتنا دارين الحلوة كانت معنا من مرجعيون جنوب لبنان